بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائه وشفاء الأبدان وأسقامها. أحييكم مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم الأسري الاجتماعي، برنامج الفكرة المفقودة الذي يأتيكم من هذه القناة الطيبة المباركة، قناة القرآن الكريم الخامسة للتلفزيون الجزائري. أسعد أيما سعادة أن أكون معكم وعلى مدار ساعة من الزمن، آملة من الله عز وجل أن نفيد ونستفيد بحول الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة. موضوعنا لهذه الأمسية عن في بيتنا ضيف، عن مكرمة من مكارم الأخلاق، وخصلة من خصال الخير، وخلق من أخلاق هذا الدين التي تدل على الشهامة والمروءة في الطبع عند المجتمع الإسلامي. ترى ما مكانة الضيف في ديننا الإسلامي؟ ولماذا أعطى هذه المكانة للضيف؟ لماذا يا ترى أصبحنا نستثقل الضيف في زماننا هذا؟ ثم بإذن الله سنتحدث عن بعض الأخطاء الشائعة في استقبال الضيوف، وسنحاول أن نقدم جملة من الآداب والذوقيات حتى لا يقع المسلم في الإثم والحرج. كل هذه النقاط بحول الله تعالى سنناقشها رفقة الأساتذة الأفاضل الذين يحضرون معنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة. عن يميني الأستاذ أحمد رباح مستشار أسرية، مرحبا أستاذ. حياكم الله أستاذة، تحية طيبة وأعطر بها هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يمتد أثره على امتداد أثيره، وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات جميعا الذين نزلنا عندهم ضيوفا في حلقة في بيتنا ضيف، وأرجو أن لا نكون عليهم ثقالا ثقيلة، بل نحمل معنا إن شاء الله الماتع والنافع إن شاء الله تعالى. كما يحضر معنا أيضا، أسعد كثيرا أستقبل أستاذ عمر بافولولو، هو إطار بوزارة الشؤون الدينية. يا مرحبا أستاذ. شكرا جزيلا، تحية طيبة مباركة. كما تحضر أيضا معنا الأستاذة شهرزاد عزوزة، مختصة في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري. يا مرحبا أستاذة. مرحبا بك، تحية طيبة لك بداية، تحية طيبة للأستاذ رباح، وأيضا ضيفنا الأستاذ بافولولو، وأيضا للسادة المشاهدين. إذن مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الأمسية الطيبة المباركة. موضوعنا لهذه الأمسية في بيتنا الضيف، البداية كما تعودنا مشاهدين الكرام هي من الكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، ما جائزته؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليها. متفق عليه. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في موضوع هذه الأمسية بحول الله تعالى، سنتكلم عن آداب الضيافة في ديننا الإسلامي. البداية معك يا الأستاذة عزوزة، تعودنا قبل أن نتصيد هكذا الأفكار المفقودة أن نقف عند معاني الآيات والأحاديث التي وردت قبل قليل،
هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم مكانة الضيف في ديننا الإسلامي، أليس كذلك؟ صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. في الحقيقة هو من صفات الأنبياء ومن مكارم الأخلاق، رأيتك، وقد حتى عليه النبي حتى عندما سئل أي الإسلام أفضل أو أحسن أو شيء من هذا القبيل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف وعلى ما لم تعرف أو من لا تعرف. نعم، فقلت إذن هو من يعني عظم الطاعات إلى الله تبارك وتعالى والقربات أيضا. فلما يصبح هذا ثقيل على الناس في زمننا هذا، ونحن نتكلم عن هذا ورمضان يعني قريب، ونريد أن نحيي هذه الطاعة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، في الحقيقة يصبح ثقيل. لماذا؟ بسبب الممارسة خارج إطار الشرع. رأيتي كيف؟ لأن الشرع عندما عرض لنا الضيافة عرضها علينا ميسورة لجميع الناس، وضع فيها آداب ووضع فيها أحكام وغير ذلك، لكن اليوم نجد ثقيلة على الناس. لماذا؟ لأنها صارت ضغط على بعض الناس، سواء كان الذي يستضيف الناس وسواء كان للضيف الذي قادم، لأنه سيفكر ماذا سيأخذ معه. رأيت كيف؟ فصارت ثقيلة على الناس، حتى أن بعض يعني بين إفراط وتفريط. بعض النساء عندما تسلمي عليها للمرة الثانية تقول لك إن شاء الله الضيف لك ليس لي، صح؟ أو تقول لك لا تسلمي علي مرة ثانية حتى لا يأتيني ضيف. انتبه، هذا تفريط حقيقة. بعض الرجال يقول لك لا الضيف ضيف حتى للصيف، هذا أيضا إفراط. رأيت كيف؟ فأصبح هذه الأحكام التي فيها خير والتي هي قربات إلى الله خرجت من إطارها الشرعي، فصارت ماذا؟ ثقيلة على الناس. وما أنزل الله أشياء يشق بها على عباده، رأيتي كيف؟ فنريد إذن أن نرجع بالناس إلى هذه الضيافة وأحكامها حتى تستسهل عند الناس، ونحاول أن نحييها إن شاء الله في شهر رمضان. فقلت إذن بالنسبة لهذه الآيات، واخترنا هذه الآيات التي تتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه غير معقول نتحدث عن إكرام الضيف ولا نذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي كان يخرج من بيته يمشي مسافات ليعثر على واحد يأكل معه. نعم، فتحدث القرآن الكريم بشكل جميل جدا عن هذه القصة، وربما نحن نجملها لأنه يعني أركز على ما أخذ منه العلماء أحكاما. فعندما يتحدث لنا عن ضيف إبراهيم المكرمون أو المكرمين، عندما جاءوا إليه والعلماء قالهم أربعة من الملائكة، جبريل وإسرافيل وميكائيل ورفائيل، جاءوا إليه وقال مكرمين، يعني مكانتهم، ربما لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أكرمهم بنفسه، كان يخدمهم بنفسه. فأخذوا العلماء من هذا أن من آداب الضيافة حتى تدخل السرور على الذي تستضيفه أنك تخدمه بنفسك، يحس بالسرور في قلبه، لأن الغرض من الضيافة ليس التكلف بقدر ما هو إدخال السرور والرضا على الناس. بعض الناس لا تضع لك شيئا، صح؟ يعني معتبرا في عينك، لكن طريقتها في التعامل معك وإظهار الفرحة والبشاشة تجعلك وكأنك أكلت أفضل ما يكون، صح؟ وبعض تضع ما تضع، لكن طريقتها في التعامل يعني تجعل ذلك الشيء كأنه لم يكن، الإشمئزاز والنفور. نعم. ثم قال بعد ذلك يعني في قوله، يعني بعد أن تبادل هذا السلام، قال قوم منكرون. وربما منكرون هنا اللفظ جاءت للدلالة على أن سيدنا إبراهيم لا يعرفهم أو خاف منهم، لأنهم جاءوا إليه على صورة ليسوا ببشر وليسوا على صورة الملائكة الذين كان يعني رأهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. المهم أن قيمة هذه الضيافة، لا يعرفهم رأينا ولا علاقة له بهم، وخاف منهم إن أخذنا بهذا التفسير للمفسرين، ورغم هذا الكرم فيه خلق الأنبياء، جاء بعجل حنيد، عجل سمين، وذبحه لهم وقربه إليهم، رأيتم، ولكنهم لم يمدوا أيديهم لأنهم كانوا أنبياء، عفوا ملائكة، لا يأكلون ولا يشربون. فأوجس منهم خيفة، قال بعض العلماء يعني لماذا أوجس منهم خيفة؟ يعني من الآداب أن الإنسان إذا ذهب لأول مرة إلى بيت ليذهب صائما أولا، رأينا إكراما لأهل البيت، وربما يحدث في نفسهم شيء لما لا يأكل من طعامنا، وقد يكون تحجج بمسألة الصيام. فأنت خاصة إذا كان أول مرة تزور بيت، خاصة رأينا ألا تذهب وأنت صائما، إلا إذا كان صيام فرض فهذا مفروغ منه عند الناس. هنا يعني يعطي لنا بعض هذه الأداب. ومسألة العجل الحنيد أخذ منه العلماء مسألة التكلف في ماذا؟ في إكرامي الضيف، أن الإنسان يتكلف ويبالغ
في إكرام الضيف. ذلك النبي بعد ذلك قال جائزته يوم وليلة، فجائزته بمعنى المبالغة رأينا في إكرامه، وأن يتكلف الإنسان له إلى ذلك ما استطاع، طبعا ما استطاع أن يضع أمامه. هذا متى؟ هذا ضيافته هي 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة الأولى هي المبالغة له رأيتي، ثم يوم وليلة، ثم اليوم الثاني والثالث يطعمه من طعام أهل البيت. طيب بعد 3 أيام فهي صدقة، تخرج من المسلم على أنها صدقة. لذلك لابد أن نلاحظ هنا في مسألة، وهي أنه يعني لا يبقى بعد 3 أيام إلا إذا ألح عليه أهل البيت، وإلى الأصل أنه يذهب. طيب كيف؟ حتى لا يوقعهم في حرج. وجاء هذا في حديث يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم يعني أن يبقى في بيت أخيه، قال يعني أن يقيم عند أخيه، قال حتى لا يؤثمه، لا يوقعه في الإثم. فعندما سألوه الصحابة وكيف يعني يؤتمه، قال يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه به، بمعنى لا يوجد عنده شيء يضيفه به نعم ويهيئ له، وهذا خارج مخرج الإحراج، معنى تحرجه. ولذلك قال أخيه، قالوا فيها تعبير على أنك لابد أن تكون عارف بحال أخيك رينا، وأنت تعلم أنه غير قادر على أن يكمل لك هذه الضيافة، وأنت تبقى عنده حتى ماذا تحرجه، فقد يذهب للاستدانة، فإذا لم يكرمك بالقدر الذي تحبه أنت فقد تقع في اغتيابه أيضا، فهو حتى لا يوقعك في الاغتياب قد يستدين ولا يظهر بمظهر أنه ليس عنده شيء. فلذلك هناك حدود ربما نتكلم عنها بعد ذلك فيما يخص أحكام الضيافة. نعم، شكرا بارك الله فيك. إذا مشاهدين الكرام، نأخذ فاصل في مفهوم الفكرة حتى نحدد سوية جملة من الأفكار المفقودة في هذا الموضوع. فاصل ثم نواصل. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه المحطة الأولى من عمر هذا البرنامج. سنتحدث بإذن الله عن جملة من الآداب والضوابط والذوقيات التي ينبغي أن يتحلى بها الضيف والمضيف حتى ينال الأجر بإذن الله تعالى. البداية معك أستاذ، نتكلم أستاذ رباح عن حق من حقوق المسلم على المسلم هو إكرام الضيف. هل إكرام الضيف في ديننا واجب؟ بداية أختي، الإسلام حاول أن يضبط أي علاقة تصل أو توصل بين أفراد المجتمع المسلم حتى تكون علاقة مدروسة وتوصل هؤلاء الأفراد إلى نتيجة أفضل وتلاحم أفضل. فلذلك ضبط مثلا الصداقة، وضبط الزواج، وضبط التزاور، وضبط مفردات أخرى، عيادة المريض وما إلى ذلك. أثناء هذا الضبط راعى الإسلام عدم الإحراج لطرف ولكلا الطرفين، فلا أنا أحرج مثلا عابر السبيل ولا هو يحرجني، عندما أعود مريضا لا أنا أحرجه ولا هو يحرجني، ولا أضع زيارتي في موضع حرج. رفع الحرج هو واحد من مقاصد الشريعة، لذلك هذه الزيارة تقوم في الأصل على مسألة اسمها رفع الحرج. يعني نحن نتزاور ونتباذل، يزور بعضنا بعضا، أنا أنزل ضيفا على فلان وهو ينزل ضيفا علي فيما بعد، المهم في كلا الحالين أن يكون الحرج مرفوعا فيما بيننا. عندنا نتكلم عن واجب إكرام الضيف، ولعله يذهب باتجاه الواجب الاجتماعي أكثر من الواجب الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، هذه القاعدة العامة. يعني إذا آتاك فقد كلفك، لما ربي سبحانه وتعالى امتن علي بالعطاء، امتن علي بالسعة، امتن علي بالخير، وجاءني ضيف، فإن الله كلفني أن أمتعه بهذا الخير، أن أبذله بين يديه. لكن إذا لم يكن هذا الخير موجودا فإن الله تعالى لا يكلفني ما لا طاقة لي به، لا يكلفني إلا وسعي، وهذه القاعدة العامة. يوم أذهب باتجاه الأدبيات والذوقيات فيما يتعلق بموضوع الزيارة، فبداية قبل أن ندخل في هذا يعني المحور الطويل على ما أعتقد، يفترض أن نقف وقفة عند مسألة الذوق. مسألة الذوق في الأصل مأخوذ الذوق من التذوق، لأنه شيء يمكن الإحساس به، لكننا نختلف فيما بيننا بتذوق الأشياء.
ربما هذه الأكلة تحبينها لكني لا أستطيع أن أهضم طعمها، ربما هذه الرائحة تفضلينها لكنني لست كذلك، ربما أحب أن أستمع إلى المنشد الفلاني أنت لا تستطيعين سماع نبرة صوته. فنحن نختلف في استقبال المعطيات الخارجية في حواسنا، وكذلك في ذائقتنا تختلف ذائقتنا فيما بيننا. فلما أتكلم عن ذوقيات الزيارة فربما ذكرت شيئا مستحسنا في الشرق مستقبح في الغرب، مستحسن في الشمال مستقبح في الجنوب، وهكذا نحن نختلف لأنه ذوق عائد إلى تذوقنا للأشياء. هناك نقطة ثانية أيضا أقف عندها في موضوع الذوق. عندما يمرض الإنسان تتعطل عنده حاسة أو مجموعة حواس، ممكن مثلا إذا أصيب مثلا بالزكام لم يعد يشعر بالروائح، إذا أصيب مثلا بالجريب لم يعد يستطيب الأشياء الحلوة، يراها مرة أو لا يشعر بطعم الأشياء، لأن ثمة خلل طرأ على هذه الحاسة. وكذلك عندما يطرأ الخلل على أخلاقنا أو نشأتنا أو تربيتنا أو نفوسنا لا نعود نستشعر تلك الذوقيات، نراها نوع من التكلف الممجوج الذي لا قيمة له. المشكلة ليست في ذات الذوق، المشكلة في استشعاري لذلك الذوق لعلة وقعت فيها. فأحيانا قد يعني يصطلح المجتمع أو يتوافق المجتمع على آلية معينة أدنها من الذوقيات والإتيكيت فيما بين أفراده، لكن بعض الأفراد يراها تكلفا مقيسا، هذا عنده مشكلة في استقبال هذه الذوقية، والأليق به أن ينزل على ذوقيات المجتمع. أرى فيما يتعلق بموضوع الزيارة، أولا هو الاتصال بصاحب الزيارة، أدب الاستئذان وأخذ الموعد، وهل الموعد مناسب أو لا، وتحديد هدف الزيارة. قل له مثلا أنا أحتاجك أو أحتاج أن أزورك لي مثلا نتدارس الموضوع الفلاني، لاستشارة في الموضوع الفلاني، كي تتعرف أهل بيتي على أهل بيتك، حتى يعني يتقرب الأولاد فيما بينهم على سبيل المثال. أوضح له الهدف من الزيارة وتوقيتها، والأليق والأفضل أن يكون التوقيت محدودا. بعض الناس مثلا يعطيك موعدا وراء الظهر، طيب أي ساعة يعني وراء الظهر؟ أنا ربما مثلا جالس في مكتبي نصف ساعة ساعة ثم أمضي، لكن لما يكون عندي موعد يأسرني بعد الظهر أنا مضطر أن أجلس حتى ساعة متأخرة وأرتبط، أو سأمضي من مكتبي وسيأتي الضيف ولن يجدني وسيعتب علي لأنه أخذ موعدا. الموعد فضفض، الأفضل هو ربط الموعد يعني بدقة ومحاولة عدم التأخر عن هذا التوقيت بداية ونهاية. نعم يعني أنا أجلس عندك مثلا أحتاج أن أكلمك نصف ساعة 45 دقيقة، وإذا كنت أشعر بفراغ في وقتي فالأولى أن لا أبحث عن ملئه بأوقات الآخرين، فالآخرون لهم أشغالهم الأخرى. بعض الناس مثلا هو فارغ مثلا ما عنده أي شيء، يحاول ملء وقته بصلة الرحم وزيارة الأصحاب، ويزور أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ولعله مثلا يدخل البيت في الشهر أكثر من مرة. أقلل زيارتك الصديق، يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله أن لا يزال يراك عنده. يعني زيارة وزوج وثلاثة وأربعة وخمسة ثقيل، هذا ضيف ثقيل. زر غبا تزد حبا، نعم زر وزد غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. إذا أكثر الترداد يمل منهم، في البداية ربما يستقبله من يعني من على الباب، مرة ثانية ثالثة رابعة يقول للطفل افتح الباب واسمح لضيفنا بالدخول، أنه غير موجود. أي نعم ربما موجود. ربما نعم. صحيح للأسف. فأخذنا موعد، حددنا وقت الزيارة بدقة، مدتها، هدفها، جئنا على الوقت المناسب. واليوم معظمنا يعني بفضل الله صار في سيارات، يعني كثرت في شوارعنا، فيفترض أن أركن السيارة في مكان لا يزعج صاحب البيت. وكثيرا هذه الإشكالية ما تقع، يعني أنا مثلا أزور مثلا بيتا في بناء فأضع سيارتي وأغلق فيها جراج مثلا باركينج، ثم أصعد إلى ضيفي أنه يدبر رأسه مع جيرانه، ربما أحرجه. أنا أعرف حالات مثلا في الجزائر ساءت العلاقة بين الجوار بسبب ضيف أساء وضع السيارة مرة ومرتين، فصار في تماس بين الجوار. أنتبه إلى سيارتي وأن ركنها في مكان مناسب لا يزعج أصحاب البيت ولا يزعج جيران البيت.
أكيد سيكون معي هدية، وهذا مما تعارفنا عليه. فالضيف عادة لابد أن يحمل شيئا عندما يزور أهل بيت، ويقرع الباب بهدوء وليس بعنف، سواء كان المنبه الجرس أو الباب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، بالأظافير يقرع الباب، بالكاد يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يطرق الباب بعنف، يحكى أن أحد الشيوخ جاءت إليه امرأة تستفتي، فيبدو أنها طرقت الباب بعنف، فخرج إليها وهو يقول هذا دق الشرط، ظننتك دورية تاع شرطة، يعني هذا الضرب، ولعله يفزع مثلا أهل البيت. فيكون يعني دق الباب خفيفا أول مرة، ويدار الظهر للباب. ربما فتحت الباب امرأة ليست يعني على سترها، ربما مثلا فتح الباب فكشف عمق البيت، إذا كنت مقابلا للباب كشفت عورة البيت. الأولى أن أدق الباب بلطف ثم أدير ظهري، ثم أدقه بلطف ثم أدير ظهري، فإن فتح لي دخلت، وإلا فليس من المنطق ولا من الذوق أن أعهد لوسيلة تعجيزية لأعلم أهل البيت بزيارتي. بعضهم يخرج مثلا القطن تاع السيجار مثلا ويضع في مكان المفتاح ليعلم أهل البيت أنه جاءكم غريبة، أو يربط مثلا يد الباب بحاجة ليتحذروا من الذي جاءنا. يعني إذا أتيت ضع ورقة مثلا، أنا فلان جئت ولم أجدكم، السلام عليكم ورحمة الله. فإن فتح الباب لا أدخل قبل صاحب البيت، بل هو يدخل قبلي ليقول لي أين أجلس، ما هي الغرفة التي أجلس بها، وأثناء دخولي يكون رأسي على الأرض لا يمنة ولا يسرة، لا أكشف لا أهل البيت ولا عورة البيت، ولست داخلا إلى البيت لأتفحص نظافته ووساعته ودخول الشمس إليه وثمن أثاثه. أنا داخل ضيف، يفترض أن ألتزم أدبي، أضع رأسي أو عيوني يعني في الأرض خلف صاحب البيت حتى أصل إلى الغرفة المعدة لاستقبال الضيوف، ثم أسأله أين أجلس. ربما هذه الأريكة مكسورة لا يريد لأحد أن يجلس عليها، ربما هذا المكان مخصص لضيف آخر سيأتي بعدي، فهو يقول لي أين أجلس. ربما أجلس في هذا المكان فأكشف مثلا أهل البيت إذا تحركوا خلف الزجاج، فأجلس حيث يقول لي أن حيث يشار لي، حيث يشار لي. بل قال عليه الصلاة والسلام فليجلس حيث أمره. لاحظ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، يعني أنا أؤمر أين أجلس حتى لا أجلس في مكان يزعج أهل البيت. بوركت أستاذ رباح، سنواصل في مسألة الذوقيات، هي كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن أقف عند باب الهدية. أستاذ عمر، ألا تعتقد أننا من بين الأمور التي جعلتنا نستثقل الضيف هو مسألة الهدية؟ هل أنا ملزمة أن أخذ هدية حتى أحل ضيفة على بيت ما أو على شخص ما؟ بداية اسمحي لي أتحدث عن أن مما يجب أن نفتخر به نحن المسلمين ضيافة، أي كرام الضيف، فهذا مما هي يتميز شيم به المسلمون، وهو البعد الحضاري للإسلام. وأنا أقول للسيد المشاهد بأن الدكتور في الكواليس قال نحن نفعل الإكرام ولا نقوله، فهم من أهل الفعل والقول. يعني المجتمع قبل أن يقول يعني مجتمع معروف أهل الكرم والجود. لو أنه المجتمعات العربية، المجتمعات الإسلامية بصفة عامة في هذه السمة الطيبة، لعلنا المجتمعات الصحراوية أكثر لاعتبارات كثيرة في الحقيقة، وهم يتقاتلون بهذا اللفظ على الضيف، ويتخاصمون وقد يغضب لو لم تذهب إليه وذهبت إلى، فهذه مكرمة وهذه أمور يجب أن نثمنها. ففينا الخير، في أمتنا الخير، لأن الضيافة عنوان لمعاني كثيرة: الكرم، الإحسان، صلة الرحم، الحب، التسامح، التواصل، كل هذه المعاني الجميلة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر سالفا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عجيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقد جاء هذا المعنى في ضيف إبراهيم، قد أشارت الأخت الفاضلة المحترمة إلى هذا المعنى. وفيه الإتيكيت، يعني الذوقيات التي تحدث عليها الفاضل في هذه الآية البسيطة، يعني فيها السلام ورد السلام، وفيها الهدية والإكرام. بالنسبة للهدية في تقديري، مما يتعارف عليه الناس، المعروف عرفا كالمشروط شرطا حسب عرف الناس، ولكن للأسف
أحيانا نثقل على بعضنا البعض. في تقديري أن الضيافة رمز، أنا لما أتصل بك حتى تزورني أو أنت ذهبت لزيارة فلان يكفيك فخرا أنك قمت بهذا العمل الخيري الاجتماعي الجميل الرفيع، فيكفيك فخرا أنك ذهبت. فلماذا نكلف بعضنا البعض؟ أو الأمر الذي ينهك أكثر المقابل، أنا لو أخذت شيئا لابد أنا أنتظر أن أرده، أن يرد، أن يرد إلي. هذا ما يثقل الكاهل. هذه من العادات السلبية، من العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أظن هذه من العادات الجاهلية دكتور، أليس كذلك؟ هذه التي قال الله فيها لرسوله ولا تمنن تستكثر، يمن بالهدية ليأخذ أكثر منها. صحيح. نعم. يعني فقط لو مثلا ذهبنا إلى زيارة مريض في المستشفى، هذه الزيارة نحن ضيوف عندهم عند المرضى، يكفي تلك الابتسامة المشرقة وذلك الدعاء الصادق الخاشع، والله يفرحون كثيرا. فلابد أن نركز على المعاني لا على الأشكال والفولكلور والأمور الظاهرية، يعني الجيم المادي فقط. لكن للأسف نحن نركز كثيرا في مجتمعاتنا العربية الإسلام بشكل، لذلك جاءت هذه الحصة وقرأت القرآن ما شاء الله تصحح هذه المفاهيم. رجاء يعني إذا كان استدعاني أحد إلى بيته فبارك الله فيه، وإن جاءني ضيف فمشكور ومأجور أنه تذكرني، خاصة مع زحمة الأشغال وقلة الوقت وتراكم الأعمال. فهذه الزيارات حتى الآن أصبحت بدأت تتلاشى، خاصة في بعض المدن الكبرى، يعني أصبحت حتى السلام لأبيه يبعث له سلام وقلب يدق على أساس يرمز الحب وإلى هذه المادية التي طغت. فلابد أن نعود إلى بساطة الأشياء، إلى عفوية الأشياء. والفاضل ذكر الكثير من الذوقيات، لعلنا لاحقا سنتحدث عن بعض الآداب قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعد الزيارة. إذن بالنسبة للهدية يستحسن أن تكون هناك هدية إن أمكن ولو كانت رمزية. إذا كانت زيارة عامة فنأخذ الهدية حسب طبيعة الزيارة، إذا كانت زيارة للعائلة مثلا نأخذ فواكه ورود، هذه ثقافة الورد أيضا بيودنا أن تزرع، هي مفقودة في مجتمعنا، ليست مفقودة هي موجودة ولكن ناقصة قليلا، ليست عامة. ثقافة الورد، تصوري في المنيعة على كثرة الورود في الجزائر. نعم. في المنيعة في مدينة الورود الوليدة. نعم. أنا أتحدث عن الصحراء في المنيعة في ولاية غرديه، والآن أصبحت ولاية منتدبة، ورود جميلة جدا. للأسف إبان الاستثمار الفرنسي كانت هناك عطور ليكسري، الريحة الأصلية الفرنسية كانت تأخذ من هناك. فنحن المسلمين أصحاب ذوق والخيلة والخيلة والجمال والبغال الحرام لتركبوها وزينة، خذوا زينتكم إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو للذوق والجمال وهذا البعد الجميل في الإسلام، هذا المنظر الرائع. أستاذ، بين الأسباب ربما لم نتربى على هذه الأمور، حتى لما تأخذ هذه الورود ربما قد ذلك الشخص، لا الحمد لله بدأت الآن، بدأت الحمد لله للطرفة. يوم رزقت بولدي الأخير في الجزائر، فأخذت لزوجتي يعني ورودا إلى المشفى، والله صرت مضربة المثل، صارت الناس تضحك، يعني هذه ثقافة أن آتي لزوجتي بورود إلى المشفى، استنكرها بعضهم. وإن كان سبحان الله الورود ربي سبحانه وتعالى سماها حدائق ذات بهجة، سبحان الله تبهج النفس، لما لها تشعر بالسرور والحبور. فالهدية يجب أن تكون في تقديري حسب طبيعة الزيارة، إذا كانت للأسرة عامة تكون هدية للأسرة، إذا كانت زيارة شخصية تكون أيضا تكون في مقام، إذا كانت زيارة لمدير أو لمسؤول أو لوالد، للوالدة، لصديق، حسب. وعندما ندخل البيت بعد أن ذكر الفاضل كل الذوقيات الجميلة التي ذكرها والآداب الإسلامية في الحقيقة، وإسلامنا دين ذوق باختصار، دين إحساس بالآخر، دين احترام الآخر، فإما أن أسلم الهدية لأحدهم أو أضعها في مكان إذا كانت لعامة الأسرة، إذا كانت خاصة بإنسان يفضل أن تعطى له مباشرة، ولا يقال له بصعوبة حصلت على هذه الهدية، وكأنه يمن بصعوبة، بحثت عن هذا القلم الجميل أنت تستاهل ولكن والله تعبت، هو ممكن القصد أنك تستاهل هذه الهدية، ولكن كأنه فيه نوع من الإحراج. فهذا ما يسمى بالذكاء العاطفي. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حساسا، حتى أن هذه الهدية لها الأثر
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، نعم. لما لها من الأثر في نفسية؟ أنا أركز فقط، لابد أن لا نركز على قيمة الهدية إنما على رمزية الهدية. رمزية الهدية. ثانيا أي ضيف جاءني دون هدية فهو الهدية، يكفيه أنه جاءني وتذكرني. تكفي بشاشة الوجه أستاذ. وأحد لعلي حتى لا أطيل أختم بهذا، يعني الجانب النفسي مهم جدا. أحد الشعراء يقول وضاحك ضيفي عند إنزال رحله، وضاحك ضيفي عند إنزال رحله، يعني في الماضي كان يجيب اللي فاليز هذيكم يخرجوا من الأعمال ويضحك مرحبا بك، وضاحك ضيفي عند إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جذيب ويصح على قاحلة تصبح جنة خضراء بديك الابتسامة الراقية. وضاحك ضيفي عند إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جذيب، وليس الخصب أن يكثر القراء ولكنما وجه الكرماء خصيب. تلك الابتسامة المشرقة، ذلك الاستقبال الدافئ تريح الضيف وتجعله يستريح ويستمتع وفيه أجر عظيم. دائما نقول نربيته أنها عبادة وأنها أجر، فلا بد أن لا نكلف أنفسنا ولا نهتم بمظاهر الأشياء إنما بعمق الأشياء، بالمعاني، بالأبعاد الاجتماعية التي تزرعها هذه العبادة الطيبة، وهي الضيافة وإكرام الضيف وأيضا احترام خصوصية المضيف. وهذه الأمور ممكن نتطرق عليها إن شاء الله في الآداب. فقط يعني نعم. بالمناسبة مسألة الزهور تفرح النساء جميعا، يعني سواء كانت يعني مثقفة وغير مثقفة، متعلمة وغير متعلمة، التي تعرف الرموز الألوان رأينا للزهور أو لا تعرف، تبهج فعلا يعني النساء. لغة عالمية. نعم سبحان الله. دعونا مشاهدينا الكرام أن نقترب أكثر من هذا الموضوع من خلال هذا الاستطلاع، ثم نواصل بحول الله تعالى. شوفي أنا ما عنديش مشكل مع الضيوف، نقول لك وعلاه. واحد الوقت صح كنا ما نحبوش الضيف اللي يجيك على فجأة، علاه؟ ماشي باسكو ما نحبوش الضيف، مي نحشمو ما يكون عندنا والو في الدار، وكيفاش تستقبلي هذاك الضيف يعني من هذا الباب. اليوم الحمد لله، يعني اليوم دور كلش واجد، الحياه فيها تسهيلات، وبالتالي الضياف مرحبا بهم في اي وقت. والله غير كونتخير، الملائكه تفرح كي الدار يدخلوها ضياف. الضيف ولا الذري اللي يستناه باباه ويماه، كيف كيف يجيب خيره. انت اذا ما تحبيش الخير يجي لك للدار. لو كان نصيب كل يوم عندي ضيف كل يوم، هذا الضيف كيجيك يجيب البركه تاعو ورزقه هو جايبه معاه. انت صح، انت راك سبه بالك تروح تنفق وتروح تواسين، ربي يعوضها لك من جهه اخرى. بصح هو هذاك خير وراه جايبه معاه، هذاك الخير تاعو هو لو جايبه معاه، خاطر باش ربي بيان سور. وكونتيرار الدار اللي شوف، الدار اللي ما يكونش فيها ضيف هذيك الدار مشكوك فيها. الدار اللي ما يجيهاش الضيف الدار مشكوك فيها، لازم يعاودوا يجدوا التوبه تاعهم ويعاودوا يرجعوا. خاطرش علاه قلت لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. انا كريم ونحب الضيف، الضيف يجيب الخير تاعه، فهمتي؟ الا ما كانت عندك الكسره تكون كاينه، لاخاطش كرمت ضيف. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه المحطة الأولى من عمر هذا البرنامج، ونحن نتحدث عن بعض الآداب والذوقيات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في استقبال الضيف والمضيف أيضا. نبقى دائما أستاذة في الحكم، عند حكم إكرام الضيف، هل هو واجب في ديننا؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله مرة أخرى. في الحقيقة بداية أنا يعني ربما طرحي الموضوع يختلف بعض الشيء عن طرحي الأساتذة الكرام، أني واقعة يعني في كثير من مسألة الاستشارات مشاكل ما بين الزوج والزوجة على مسألة الضيافة، رأيتي كيف؟ فقد تكون الزوجة عندها أسباب، وفي بعض الأحيان أسباب موضوعية فعلا، والزوج يكون من أسرة كريمة واعتاد على هذه الضيافة، فيكون هناك عدم الانسجام في هذه المسألة بالذات. فلذلك أنا أقول عندما تتضارب هذه الآراء يكون العدل هو الحكم الشرعي.
فجميل أن يكونوا يتفق الزوجان بعد ذلك على ما يعني يحقق ما بينهما يعني الألفة ولا يكون هناك يعني تنافر. فالمسألة هنا مسألة الضغط الذي يحدث على الزوجة وعلى المرأة في مسألة الضيافة. أنا زرت بعض المشايخ وزرت بعض يعني خارج الجزائر، وجدت أن عندهم أماكن خاصة للضيافة، سبحان الله، صح. والطعام رأينا، أنا عجبني الطعام، قلت للزوج يعني كيف تصنعينه؟ قالت كل مشترى من برا، سبحان الله، فيها راحة للزوجة. هذه كيف لا تفرح بالضيف؟ صح، تفرح بالضيف، لا يوجد ضغط. أنت قس على ذلك، نحن هنا الآن عندنا كمان الشقق ليزابارتومون، رأينا على ضيقها واتساعها، تبقى أن حركة الزوجة تصبح مضغوطة، فضلا على زوجة عاملة ترجع إلى البيت، صح؟ ثم الأولاد، تدريس الأولاد، مسؤولية المرأة الجزائرية كثيرة جدا، هي تتوسع، ومسؤولية الرجل مع احترامي نعرف أنها تتقلص، صح؟ أصبحت تقوم بواجبات كثيرة، ثم فوق هذا يفتح عليها باب يسمى الضيف، فهذا كثير عليها، ثقيل عليها، لذلك أصبحت لا تحب الضيف. فكيف نصنع من عبادة أو طاعة لله تبارك وتعالى تقربنا إلى الله، نجعل منها سبب لتبعدنا عن الله تبارك وتعالى. فلذلك أنا أضع الصورة أولا لمسألة حكم الضيافة. بعض الناس يعني تقول لا، الضيف من حقه علينا، أنا حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ما يدل على أنها واجبة، لذلك أكثر العلماء على أنها ليست واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى يستعمل لفظ يكرم ويحسن في الواجب، وإنما هذا من تفضل الإنسان. صحيح أن هناك أحاديث موجودة، حديث عند البخاري، حديث أيضا إن لزورك عليك حق، يعني لضيفك عليك حق، وما دام هو حق بمعنى أنه واجب على غيره. طيب، قالوا علماءنا نحمل هذه الأحاديث محمولة على أول الإسلام، أين كان الاحتياج، فكانت المواساة واجبة، أو نحمله على الضيف المحتاج المضطر الذي رأينا لا يجد أين يبات وأين كذا، فيكون رأينا واجب عليك أن تفعله. والإمام مالك أوجبها أيضا في مسألة أهل البوادي، نعم، وأهل الريف وأهل الدشرات والقرى. لماذا؟ قال لعدم وجود الفنادق وعدم وجود المطاعم. طيب، إذن في المدينة لما يكون هناك فنادق ويكون هناك مطاعم، فلا بأس إذن أنت أنك تكتري، إن كنت يعني مضيافا تكتري له أين ينام، وأيضا يعني تأخذه لمطعم، أو أضعف الإيمان يعني أين ينام ممكن تجد له مكانة. وهذه نقطة دكتورة مهمة جدا حقيقة، لما نتكلم عن مسألة الضيافة وثلاثة أيام ويوم وليلة، هذا الأمر يشق على أهل البيت. اليوم صارت بيوتنا ضيقة، يعني لعل البيت مثلا لا يتسع لأهل البيت، يجدون صعوبة مثلا عندما ينامون مثلا. فالآن لما يكون عندي ضيف، فيفترض أن تخصص له غرفة، ويكون يعني دخوله إلى يعني أماكن الوضوء ميسرا، وهذا الأمر ربما يستمر ثلاثة أيام عند صاحب البيت عمل، ربما زوجته عندها عمل، ربما ميسر الأمور، ربما لا. يعني هذه المسألة يقينا تختلف بين بدو يعني وبين حضر. حتى بالنسبة للضيوف الأقارب في حد ذاتهم تراعى هذه المسائل، لأن هناك مشقة وحرج كبير واقع على الزوج، فلذلك نحن هنا يعني نتحدث عن يعني حرج لاحق بأهل البيت. فمن حق الزوجة هنا تقول له تنظم هذه المسألة، أنا ضيف كل مرة وضيف كل مرة، فهذا حتى يحدث قلنا الانسجام. فضلا على ذلك أن ثقافتنا أن الكرم دائما يعني كما نقول نحن متصل بمسألة التكلف، فالزوجة بدلا تصنع طعاما واحدا تصبح ثلاثة أصناف، وإلا لا تقر عين الزوج بمثل هذا وتقول هذا انتقاص ويحس أن هذا انتقاص فيه، فهذا كثير عليها. فضلا على ذلك أننا لا نتكلف إلا وقت وجود الضيف، فالأولاد بعد أن يطبخ ويأخذ للضيف أمام أعينهم، لذلك قال جاء في الأثر أنه لابد من نقر أعين أولادنا بأن نطعمهم من هذا الطعام، حتى لا يتربون على أن الضيف ثقيل وأن الضيف يحرمهم. رأيتي كيف؟ طيب، نقف عند هذه النقطة عند الطفل. جرت العادة في عرفنا في مجتمعاتنا حينما يأتي الضيف الطفل يهمل إلى خارج دار الضيافة. وأنا أعلم أن في المشرق ليست لديكم هذه مثل هذه الأفكار، أن الطفل يجلس أمام الضيف، وذلك ربما
لتعزيز هذا المفهوم، مفهوم الكرم والضيافة في أبنائنا في نفوس الناشئة. نحتاج لوجود الضيف في بيتنا حتى نعلم ابننا في بيتنا بعض السلوكيات الاجتماعية. يعني ربما مثلا الابن، ربما كثير من الأبناء عندهم مشكلة أنهم يخافون من المجتمع، فترين الابن في بيته له سلوك معين، لما يخرج من البيت يكون شخص آخر. عندنا يعني في مركزنا يجتمع الأطفال، فأحد الأباء قال لي، قال ابني عندكم شيء وعندنا شيء آخر. فسألته ببساطة، قلت له هل لك برنامج زيارة للأرحام، الجيران، الأقرباء؟ قال والله مشاغل العمل وكذا. طيب هل عندك برنامج زيارة لبيتك، يعني يزورك الضيفان؟ قال قليل. قلت له إذن ابنك لا يختلط مع المجتمع، لا يوجد تماس بينه وبين المجتمع. لما يأتي الضيف أدخل ابني بعد أن يعني ألبسه أفضل اللباس، ويعني أعلمه كيف يسلم على الضيف ويوافق أن يدخل ولا يكون مشغولا بأمر آخر. أحيانا مثلا ابني يلعب بلعبته، أقول له جاء عم فلان أدخل سلم عليه، هو الآن يلعب، هو لا يراني ولا يرى عم فلان ولا يرى إكرام الضيف ولا كل هذا الكلام، يرى الآن لعبته. فلما أقول له دع لعبتك وادخل سلم على عم فلان، إني أعلمه بذلك أن المجتمع أهم منك، الضيف أهم من لعبتك، رغبة المجتمع أقوى من رغبتك. غدا سيذوب في المجتمع، ستذوب شخصيته، سيتعلم أن العيب أقوى من الحرام، سيتعلم أني أنا مستعد أن أكون نسخة مرضية للمجتمع ولو سحقت نفسي. ورضا الناس غاية لا تدرك. فيفترض أن أدخل ابني بعد قناعته واستعداده للدخول على الضيف، يشاركني بالطعام، يشاركني في الجلسة، ما لم يكن هناك حديث عمل مثلا، حديثا خاصا، حديثا للكبار لا ينفع أن يعني يكون فيه الصغار، فهذه مسألة أخرى. تنمي فيه الثقة بالنفس. نعم. وتعزز هذا المفهوم. يعني مسألة فيها توازن في الحقيقة. تحدثت الأخت الفاضلة عن إشكال واقعي. والضحية دائما هي المرأة، هي الزوجة، معاناة، وأحيانا هي مسؤولة على هذا التكلف، معاناة، وأحيانا لا تسمع كلمة ولا كلمة شكر أو بارك الله فيه لتجدد طاقتها. نحن نتحدث أيضا، لكن حتى لا تغيب هذا السلوك الجميل في مجتمع، حتى لا يغيب عن مجتمعاتنا وفيه ما فيه من الخير والبركة والملائكة. والله سبقتني للسؤال أستاذ. يعني على الأقل أمسيات مثلا، ليس بدون أن يبيت أو أن يأكل أطباقا وأطباق. أحيانا للأسف الشديد يعني في نفس المدينة يعني لا يتزاورون. لماذا لا يتزاورون؟ لابد أن يتعشى، لابد أن يتغدى، لابد أن يأخذ معه هدية. يا أخي الكريم، خذنا الأمر ببساطتها، بعفويتها، زيارة خفيفة، ربع ساعة، نصف ساعة، دون تكليف، لها من الوقع. أما الأبناء، الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يقل مهذبا طفلا صغيرا كان في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بالدليل أنه كان يأكل معه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو لم يكن معه ما تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العيب ورباه بطريقة حكيمة وذكية. يا غلام، ناداه بأحب الأشياء إليه، بأحب الأسماء، يا غلام سم الله. الحديث لم يذكر أن الغلام لم يسم الله، فقد سمى الله، ذكر ما فعل تحبيبا للنصيحة، وكل من بيمينك، وهو الغلام يأكل بيمينه، ثم قال كل مما يليك. فالأبناء عندما يكونون في حضر، وهنا كان الإشكال أن كانت يده تطيش الصحة. هذا ما يسمى بالتقدير الذات العالي. والطفل الصغير مع الضيوف سيتعلم الكثير من القيم والمعاني والتواصل. يتعلم كلام الرجال. أنا أقول الولد مع الرجال والبنت مع النساء، كيف يتعلم؟ أريد فقط أن أخذ الموضوع أستاذة من زاوية ثالثة لو تكرمتي، بعد أن تناولت الأستاذة زاوية والأستاذنا الفاضل الزاوية الأخرى. هناك نساء هي تحب الضيف، تحب أن تكرم الضيف، وما لا يوجد عندها إشكال أن تجلس في المطبخ النهار كامل، ثم في آخر النهار تسمع كلمات الإطراء المرسلة عن طريق زوجها، أنه ما شاء الله طعام جيد، ما شاء الله البيت كذا. وهناك دراسة نفسية طلعت عليها أن المرأة تحب أن يستمع زوجها إلى الثناء عليها من أصدقائه، لذلك هي تبالغ في إكرامهم. صحيح. سبحان الله. انظري، الهدية تذهب وحر الصدر. ربما يكون بيني وبين زوجتي شيء، يأتي إلي ضيف، تجهز له زوجتي ضيافة رائعة جدا، راقية جدا، فيثني على الضيافة فيسر خاطري، ومن صاحب المعروف؟ زوجتي. فهذا يذهب ما بيني وبينها حقيقة. غير ذلك، ربما
أنا تعودت الطعام الذي عند زوجتي. أذكر مثلا مرة من المرات أحضرت طعاما لبعض الإخوة فوصف لي بعض الوصف أنا اعتدت عليه في بيتي، لكنه لم يجده في بيته مثلا أو لم يره في غير بيتي، فأثنى عليه ثناء جميلا. هذه الصفة ربما انتبهت لها أول زواجي، لكن فيما بعد تعودت عليها. الضيف ذكرني بميزة طعام زوجتي. فالزوجة نفسيا تحب أن يستمع زوجها الإطراء على طعامها، على نظافتها، على رتابة بيتها من أصدقاء زوجها، وهذا شيء يعني وهذا كلام ليست فكرة دراسات، هذا واقع فعلا. بغض النظر على أن الثناء هذا يعني يجدد طاقتها وينعشها وغير ذلك، ولكن يعني حتى ذلك التعب كله رأينا، خاصة إذا أكلوا بيصلينا من الآداب أن الإنسان يقبل على الطعام رأيت كي ويخفي العيوب ويظهر المحاسن حتى وإن كان الآداب. فالمرأة تحب أن تقر عين زوجها بهذا، أنها ليست ممدوحة فقط من زوجها حتى من صحبته رأيت أنه أعجبهم الطعام. لذلك كثير من النساء بعد الضيافة تجد تقول لزوجها ماذا قالوا، ماذا قالوا عن الطعام، ماذا قالوا عن الطعام. من الضيافة والنكثة من المديح، طيب لا بأس بالاهتمام. نعم في الحقيقة هي كلها أفكار تعزيزية، لكن لا بأس أن نأخذ فاصل مشاهدين الكرام في الفقرة التعزيزية ثم نواصل. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في آخر محطة من عمر هذا البرنامج، ونحن نتحدث عن بعض الآداب والذوقيات للضيف أو للمضيف. أستاذة، هناك ونحن ربما على مقربة من الشهر الكريم، لم يبقى ربما سوى شهرين فقط على الشهر الكريم، ما يميز شهر رمضان أيضا هو كثرة العزومات. ربما من هذه الأمور التي ربما التي لا تعين خاصة الزوجة عن أداء واجباتها الدينية، هذه النقطة حساسة. الضيف الذي يعيقني عن أداء صلاتي، وعن هل هذا يلحق الإثم، يلحق بالإثم لصاحب للمضيف. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرة أخرى. فعندنا شيء يعني لابد أن نقوله، أن الضيافة وأنت في رمضان تصرين على الطاعات فهي أيضا طاعة، سبحان لما يخرجها الإنسان من جملة أنها تكليف، لا هي طاعة، هي ولكن طاعة. شهر رمضان لن يعود، ربما لن يعود مرة أخرى، والإنسان يريد أن يستثمر. أنا نوازن، هل صلاتي مثلا ركيعات زائدة في الفضل على أني أكرم ضيف؟ لابد أن تنتبه أولا، هناك قاعدة في ديننا، قاعدة تتعلق بمسألة الأعمال، لما يكون الأعمال بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني هي كما لا أقول أقل قيمة بقدر ما أقول لا يكون فيها أجر كالطاعات التي تتعداك إلى غيرك، بمعنى غيرك سيأخذ من هذا. ثم هذا مظهر طيب في رمضان أن يتزاور الناس خاصة الأهل، أن يجعلوا في كل مثلا بيت مرة، أولا لا يرهق كاهل أهل البيت من ناحية المادية أو حتى من ناحية وقت المرأة وغير ذلك، ولا يعطلها، يعني كل مرة في العائلة موجود يعني هذا أخي وهذا كذا إلى غير ذلك، كل مرة عند واحد، هذا لا يرهق. المسألة مسألة تنظيم رأيت حتى لا ينضغط الأهل بذلك. لكن أنا أشير إلى نقطة مهمة كنت قلتها في بداية البرنامج، مسألة التكلف في إكرام الضيف، لابد أن نفهمها أنها محصورة حتى تفهم الزوجة شيء أيضا، أن الضيافة هذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وفعلا أن الضيف يترك بركة في البيت، وفعلا أيضا يعني لا أخذ في الأحاديث الغير ثابتة، أنا أخذ ما يعني هو ثابت، أيضا هو ييسر الأمور رأينا ويفتح الآفاق ويفتح يعني الخير والبركة للإنسان، كما جاء في حديث خديجة رضي الله عنها وتقول النبي تقري يعني تتكلم عن صفات النبي من الصفات التي لا يخزيك الله عنها، قالت له ماذا؟ قالت لا يقري الضيف رأيت كي أنه يكرم الضيف. فلذلك لابد أن تضع باللي هذا مغنم له الضيف رأيت، وفي آن واحد لابد أيضا أن لا ندخل في مسألة التكلف. التكلف متى قال علماؤنا؟ إذا كان الإنسان قادرا عليه، أما إذا كان غير قادر عليه فهو منهى عنه، لا يجوز للإنسان غير قادر على التكلف مضاهاة لغيره أو أنه يقارن نفسه بغيره وحتى لا يظهر أمامهم أنه ليس عنده، يذهب يرهق نفسه، وهذا منهى عنه. لماذا؟
للموضوع الذي نطرحه نحن الآن. قال علماؤنا حتى لا يؤدي به ذلك إلى البخل وإلى ترك الضيافة. سبحان كيف؟ الله. وها هو لماذا الناس تترك الضيافة؟ يستثقلون هذا. هذا ثابت بحديث سلمان رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف. هكذا لماذا؟ لأنه حتى سيدنا سلمان رضي الله عنه وقع في معضلة مثل هاته، أنه جاءه ضيف فوضع له الموجود. قال له لو تزد. طيب. هذا الضيف يعني زدني. طيب هذا حدود هذا الكرم. فقط الحديث حتى لا يكون مكتورا. اضطر سيدنا سلمان أنه ماذا؟ يبيع شيء من متاع بيته ليكرم ضيفه هذا. رأيت كيف؟ يعني فبعد يعني أن يعني انتهت الضيافة وشكره الضيف يعني وغير ذلك من الكلام، قال له سيدنا سلمان لو رضيت يعني بما وضعت لك لما اضطريت أن أبيع أنا شيء يعني حتى أكرمك به. فلذلك ذهبوا إلى أنه من الإحراج للإنسان أن يتكلف، والتكلف يكون في حق الغني الميسور الحال الذي لا يرهقه مسألة التكلف. لكن أستاذة تربطنا عادات هكذا اجتماعية، نحن حبيسية عادات اجتماعية. ربما أستاذ بافولولو يشاطر الرأي، الإنسان الذي لا تكرمه لا تضع له ماء أشهى وطاب ربما ينظر إليك، ربما في عرفنا هذا جاري جرت العادة، الإنسان الذي لا تكرمه لا تضع له ما أشهى وطاب ربما ينظر إليك نظرة ازدراء واحتقار وغير ذلك. هناك عادات نعم ويظن منك البخل، هناك عادات سيئة وهناك تعودنا على هذه الأمور. ولكن في تقديري تفضل الأخ الكريم مسألة ضبط الموعد سلفا في الماضي ما كانت، قال لك نجي أدخل أدق الباب في أي وقت. صح. لكن الآن الحمد لله تعود الناس على هذا الأمر. نعم. أنه سهلت. يتصل وحين يصل أمام العمارة أو أمام البيت يتصل فيقول أنا لقد وصلت. صح. حتى يهيئ نفسه ويفتح الباب. كل هذه الأمور تأتي بالوعي، وهذا هو دورنا. هذا دور هذه الحصة المباركة وغيرها من الحصص، أن نبث الوعي في الناس وأن نبدأ بأنفسنا. فهذه المسألة لابد أن لا نفرغها من معناها. الضيافة لها معاني، معنى المحبة، التواصل، الكرم، وليس الشيء المادي الذي طغى علينا جميعا. سبحان الله. نعم. فهذا أمر شكلي فيكفيه فخرا وشرفا ومأجورا أنه فكرني وذكرني وجاء زائرا أو أنا زرت إنسانا. فهذه المسألة إذا مسألة تصحيح المفاهيم وتصحيح هذه العادات التي ينبغي أن تعدل. أنا أريد أن أركز لو سمحتم على مسألة، نخاف أن تتحول هذه العبادة إلى مجلبة للسيئات والذنوب. كيف ذلك؟ تصيد العوارات سواء كان كنت سأطرح هذا السؤال لو سمحت أو لكن نرجع مسألة هذه. يعني الآن تولي هذه الضيافة وسيلة للتقارب، تصبح العياذ بالله وسيلة للخصومة وهتك الأعراض. فالأخ الفاضل تحدث عن الذوقيات وأنه كيف يدخل وأين يجلس يعني ومسألة الاختلاط. نعم. فأول شيء الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه. لماذا اللون كذا؟ لماذا وضعت كذا في كذا؟ ولو حصل خصومة بين صاحب البيت وزوجته وبين أبنائه، إن استطاع أن يأمر بالمعروف بحكمة وبأدب، يعني ليس بالضرورة في ذلك الوقت، ممكن بعد أيام يستدعيه يقول ودي لو تكرمت لك زوجة فاضلة ولكن ليس أمام الضيوف مثلا، لا أن يفشي سره. ذهبت إليه وتخاصم مع زوجته وصرخ من أجل طعام من أجل كذا من أجل كذا. فلا بد أن نحفظ أسرار البيوت حتى لا تتحول الضيافة إلى. وبالمقابل أستاذ يعني أزيد على ما تفضلت لو تكرمت، أن أهل البيت يجتهدون أيضا في حفظ أسرار بيوتهم. يعني أحيانا مثلا أهل البيت يفرطون في هذه القضية، لما يدخل ضيف لا ينتبهون أن هناك رجل من خارج الأسرة دخل. ربما المرأة مثلا لا تخفض صوتها مثلا حين تتكلم مع ابنتها أو مع طفلها الصغير، فيصل الصوت إلى أهل البيت إلى الضيف، عفوا صوت أهل البيت إلى الضيف. حتى إذا تحدثت مع زوجها عندما يخرج من عند الضيوف ربما سمع الضيوف ذلك. الأفضل عندما يدخل الضيف أن نجتهد أهل البيت ألا نسمعه من أمرنا شيء، من حسنا شيئا، لأنه في داخل بيوتنا، والبيوت لها أسرار. الكلمة التي لا داعي أن يسمعها فالأولى أن لا يسمعها. نعم. وكما تفضل الأستاذ يعني لما يدخل الإنسان إلى
إلى البيت يحافظ على أسراره فهو مؤتمن. نعم. وليس كل شخص أنا أسمح له بالدخول إلى بيتي، طالما سمحت له بالدخول إذن هو تمتع بمصداقية معينة بموثوقية معينة، فيفترض أن يكون أهلا لهذه الأمانة التي فتحت أمام عيني. شكرا بارك الله فيك. في الحقيقة هناك جملة من الأداب والذوقيات التي لا يمكن حصرها ولا أعدها. أستاذة عزوزة، هناك مسألة مهمة هي مسألة السخرية، والتي ربما ترفع التكلف بين الضيف والمضيف. بعض السلوكات التي يمكن أن يرتكبها أهل المضيف في حق الضيف، كالسخرية مثلا، نحن رفع الصوت وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بالمسلم. طيب، نحن دائما ندور في دائرة الآداب، رأيت؟ احنا إذا كانت الشريعة الإسلامية يعني وضعت آداب حتى في طريقة الجلوس، وأنه لا يجلس في مكان مقابل الباب، حتى لو فتح الباب على غرة، رأيت، وتمر المرأة فيراها، رأيت كيف أن دائما يكون جلوس الحفاظ على حرمة البيت، الحفاظ على حرمة البيت. فضلا على ذلك يعني احنا عندنا وحدة العادات، ولا يفتح يعني مغلقا، نعم، يعني آداب دقيقة جدا قد يستغرب البعض. ربما حتى نختم هذه الجلسة. نعم. طيب، انتهى عمر هذا البرنامج. نقول أن هذه الضيافة فضل رينا، وهي مغنم لأهل البيت، يأخذون من وراها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نحتاج فقط أن نضعها في ضوء الأحكام الشرعية والآداب حتى نمارسها كطاعة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصبح مشكلة قائمة في البيوت. شكرا بارك الله فيك، وصلت الرسالة أستاذة شهرزاد. الشكر موصول لك أستاذة شهرزاد، مختصة في الشريعة الإسلامية، والشكر موصول أيضا أستاذ أحمد رباح، مستشار أسري، والشكر موصول أيضا أستاذ عمر بافولولو، إطار بوزارة الشؤون الدينية، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.